الثامنة من العاصمة طرابلس، أهلا بكم. أكدت مصادر من مدينة مصراتة أن المجلس العسكري وثوار وأهالي المدينة قد أسقطوا المجلس البلدي في المدينة. المصادر أشارت أن خطوة إسقاط المجلس جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة في العاصمة طرابلس وأيضا في مدينة بنغازي، وردة فعل بلدي مصراتة من هذه الأحداث. ويشار إلى أنه منذ العام الماضي كانت هناك وقفات احتجاجية وتظاهرات بمدينة مصراتة تطالب بإسقاط المجلس البلدي للمدينة. أدان حكماء وأعيان طرابلس في بيان لهم كل جرائم الحصار وقصف العائلات ونبش القبور في قنفودة، وأن هذه معتبرين هذه الجرائم من فعل أعداء الإسلام حسب قولهم. وأشاد الحكماء بالعمل الفدائي لثوار شورى بنغازي لتحرير العائلات من الحصار في قنفودة، مناشدين كل القبائل في المنطقة الشرقية لاتخاذ موقف فعلي من هذه الجرائم. واستنكر المجلس في بيانه ما وصفه بالانقلاب في العاصمة طرابلس والذي استهدف مقرات الدولة. هذا وناشد المجلس كل شرفاء طرابلس الذين انتفضوا، معلنين في بيانهم أن ولاءهم لله والوطن وأنهم متمسكون بأهداف الثورة، داعيا كل الثوار لرص الصفوف والبعد عن الجهوية للحفاظ على ثورة التكبير. أيها الشعب الليبي الكريم، رسالتنا الأولى ندين جرائم الحصار. وبسم الله الرحمن الرحيم. قال آمر القوى الثالثة بالجنوب إن مجموعات مسلحة تحشد عناصرها حول قاعدة تمن هند وبوابة جويرة المال شمالية مدينة سبها. آمر القوى أكد في تصريح صحفي أن عناصر القوى في حالة تأهب لصد أي هجوم على مواقعهم. يشار إلى أن مجموعات مسلحة موالية لمجرم الحرب حفتر في الجنوب أعلنت إطلاق عملية سمتها الرمال المتحركة، تشارك فيها 6 كتائب بحسب مكتب إعلام اللواء 12 الذي يقوده المدعو بن نايل. أدان الحراك الشعبي وسرايا ثوار غريان ما قامت به الكتائب المكلفة من قبل الرئاسي المقترح من عبث بالعاصمة، مطالبين الجهات المسؤولة والنائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الكتائب. الثوار والحراك في بيان لهم عقب صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قضوا في عملية فك الحصار على قنفودة، استنكروا نبش القبور والتنكيل بجثث مقاتلي شورى بنغازي، مؤكدين وقوفهم ضد مشروع الكرامة الانقلابي وضد محاولات حكم العسكر. هذا واستنكر البيان خروج جماعات تابعة لعملية الكرامة في ميدان الشهداء الجمعة الماضية التي نادت في هتافاتها بما يدعو للفتنة والتحريض وعودة حكم العسكر، مدينة في الوقت ذاته بيان الرئاسي المؤيد لتلك الهتافات. قال رئيس الأركان المصري محمود حجازي إنهم تناقشوا مطولا مع مجرم الحرب حفتر على مدار يومين لأجل إقناعه بضرورة الاعتذار والتبرؤ من عمليات نبش القبور التي قامت بها ميليشياته. حجازي في تصريحات صحفية أضاف أن المجتمع الدولي يتابع باستياء ما يحدث، وأن دول غربية كثيرة منها بريطانيا تواصلت مع مصر فور تسريب الصور ومقاطع الفيديو وأبدوا غضبهم الشديد، مشيرا إلى أن عدم التبرؤ من تلك الأفعال سيضيع من فرصة حصول حفتر على أي مكاسب في المستقبل. كشف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن توجه لإقامة مخيمات للمهاجرين في ليبيا، وأوضح مينيتي على هامش اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة الاثنين بروما أن المهاجرين الذين سيتم اعتراضهم في المياه الإقليمية الليبية سيغادرون إلى ليبيا، حيث سيجري تجميعهم في معسكرات تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان حسب زعمه. الآن نترككم مع حلقة جديدة من حوار المساء مع الشيخ عبد الله الجهدي. متابعة طيبة.